يا صباح الخير والسعادة، أهلا وسهلا بكم جديد من برنامجكم المرأة المصرية غفر كبير. النهاردة نتكلم عن قصة حقيقية من واقع الحياة الأسرية المصرية، قصة سيدة مصرية بسبب الاختلاط على مواقع التواصل الاجتماعي. كنت بتكلم في نقطة امبارح وقال إن الاختلاط مش كويس وبيدمر وبيخرب بيوت كتير. السيدة دي تزوجت، هي سيدة محترمة من أسرة محترمة جدا، الأب راجل محترم والأم كمان، تزوجت من رجل ذو سلطة ومال، عاشت معاه، خلفت منه أبناء، ظلت الحياة مستقرة مع بعض الخلافات العادية المتكررة في أغلب البيوت بسبب الأولاد. هي مرأة مش شغالة، قاعدة في البيت، هو شغال، هي عايزة تمارس سلطتها وتثبت له ان هي زيها زيه. هو شايف من وجهة نظره ان الاولاد اهم حاجة التعليم طبعا، وهي شايفة ان لا لازم يروحوا يلعبوا رياضة ويشتركوا مش عارف بطلة ايه وايه وحاجات زي كده. لا كلمتي اللي تمشي، انت دايما بتعنيدني حاجات بقى، يعني هو حاجات بسيطة يعني ما تمشيش مع صاحبتك دي، انا مش برتاح ليها، لا انت انا اصحابي ما تتدخلش فيهم، وهكذا تظل الخلافات دي مستمره والحياه مستمره. الى ان انا كنت امبارح بقول ايه، لو كتب البوست حزينه يدخل لها 20-30 واحد على الخاص يقول لها احكي لي ويعمل نفسه السند الحنين، الى ان تسلل اليها شخص خائن عبر الماسنجر، حكت له بعض تفاصيل حياتها. انا جوزي بيعملني وحش، مش بيحترمني، دايما رايه هو اللي بيمشي وكلمته بتمشي عليا، و هي ملهاش خبرة في الحياة بقى، وما بتخرجش بره، ما بتختلطش بالناس قوي. طبعا هو قال يعني يقويها على جوزها عشان بيتها يتخرب ويطلع له بقرشين منها او يمشي معاه ويتسلى شوية، وهي غير مدركة للخطورة اللي هي بتوقع نفسها فيها وبتعرض سمعتها وحياتها وبيتها للخراب. ظلت الخلافات تزيد، قلبت على الزوج بقى خلاص، يعني ديك قال لها انت ما تعرفش قيمتك، ده انت ملكه جمال، ده انت لازم تتطلقي، ده ما يعرفش قيمتك، والكلام الفارغ ده كله. ابتدت تهمل ولادها وجوزها، وكل شويه تغضب وتروح عند امها وتطلب الطلاق، طلقني طلقني، وهي فاكره ايه ان هو هيتمسك بيها بعد اللي ده هو متحمل وكاتم، الزوج المكلوم ده متحمل وكاتم في قلبه كتير لاسباب ان هو عنده اولاد حريص عليهم اكتر منها، وحريص على الشكل الاجتماعي في حق اولاده اكتر منها. وشايل جميل ان الاب والام اللي هو الحما والحمات وحماه دول دايما بيدعموه او في صفه لانه عارفين بنتهم غلطانه، فهو بسبب كل الاسباب دي هو متحمل حماقتها وغباوتها ونكدها وقله ذوقها. هي قاعده في البيت ما بتعملش اي حاجه، وهو شغال وبيلبي كل طلبات المنزل وبيحترمها. هي من وجهه نظرها ان هو ما بيحترمهاش وما بيقدرهاش، عشان ايه؟ هو كلمته اللي بتمشي. شيء طبيعي ان كلمته هي اللي تمشي، هو القائد، هو صاحب المنزل، هو يعني معلش باللفظ الفصيح هو اللي انيكي في البيت يعني. وبعد كده اصلا يعني ربنا قال لو كنت امر احد ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. معنى كده انه لو طلب منك قال لك الغي حسابك على الفيسبوك الغيه، حتى لو انت محترمه وكويسه، هو لو شافك بتتصفحي او بتقرأ اخبار عادي هو يبقى قاعد دماغه بتودي ويجيب قلقان، فخلاص ريحيه يعني، شيل الشك ده وخلي باله رايق ومرتاح، خلاص ملغي حسابك ده خالص يعني. وهو وقعتي في المحظور اللي هو كان خايف منه وحاسس ان انت يعني بتتنمرضي على عيشتك، فتشوفي اي وسيله تانيه تتنمرضي بيها. طلبت الطلاق اكتر من مره، والزوج صابر عشان الشكل الاجتماعي وخاطر الاولاد ومتحمل اكتر منها، الى ان وقع الطلاق. بعد ما حصل طلاق مشيت مع الراجل الخاين ده وبعت له كل صيغتها، وكان عندها ألماس بعته واديت له فلوس كتيرة، وبعد كده هو كان وعدها بالجواز بعد ما تتطلق. طبعا قشطها ومشي معاه، اتسلى يومين على الكورنيش زي المراهقين، وبعد كده قال لها السلام عليكم، أنا عندي بيت وأولاد، أنا باقي على مراتي وولادي. وانتي بعد ما عملتي في جوزك الراجل المحترم كده، الدكتور المحترم، بعد ما عملت فيه كده انا هاجي يعني؟ وبالمناسبه
الراجل اللي هي سابته عشان خاطر جوزها الدكتور ده، يعني الراجل ده اصلا صايع مش متعلم خالص وصايع وملوش اي 30 لازمة. يعني جوزها الراجل المحترم ده ما يستعناش الراجل ده يمسح له الجزمة، ما يستعناش يمسح له الحذاء، ما ينفعش يشتغل عنده خدام في العيادة بتاعته، ما ينفعش حتى يشتغل ممرض يمسح البلاط عنده. الراجل ده قال لها ده انت ما كانش ليكي خير حتى بجوزك، الراجل اللي اعلى مني في التعليم يعني افضل مني 100 مره، وسبتيه وجريتي ورايا عشان نزوه او عشان كنت زهقانه شويه من اي مشاكل في البيت وسابها. وطبعا ابوها وامها كانوا غضبانين عليها بسبب اللي هي عملته ده، وولادها قرفوا منها. فهي كان بقى من حقها شقه الزوجيه عشان حضنه، ف يعني هي كانت منتظره ان هو يتجوزها وهيجي يعيش في زوجيه مع اللي هي بتاع جوزها، ولا كان هياخدها وتسيب الاولاد لوحدهم مع ابوهم وتروح تعيش معاه. يعني هذه امراه مجنونه، مجنونه بنسبه 500% مش بنسبه 100%. بعد كده لقيت روحها ايه في الشارع، ابوها مش هيسيبها تقعد في الشارع طبعا، عملوا قعده خلاص رجعت تعيش مع بناتها في الشقه، وندمت اشد الندم. بس خلاص اللي كسر اللي اتكسر مش هيتصلح، جوزها مش هيسامحها على كل الغلطات دي. يعني النكد اللي بتنكدوا عليه وتأثيرها في البيت والنكد والزعاق باستمرار، والبوز اللي شبرين كده اول ما بيرجع من بره وانت ما بتفسحنيش وما بتخرجنيش وسهران مع اصحابك لحد الساعه 1 وسايبني، وده كله كل ده خلاص يعني كان بيغفر. انما الخطا الكبير ان انت تدخلي راجل في حياتك تاني وانت على ذمه الراجل ده وتعملي كل ده وتتطلعي عشان تجري ورا ده، دي مش هتغفر مدى الحياة خلاص، ولا الأولاد يغفروها لك ولا الزوج ولا الأسرة ولا المجتمع خلاص، دي وصمة عار هتفضل معاك العمر كله لحد ما تموتي وتتدفن. هي عايشة الوقت وحيدة وولدها حتى كرهنها وخلاص، هي خسرت كل شيء، وده كان نموذج من الحياة بسبب الاختلاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الباب اللي جالك منه الريح سد واستريح، بلاش منه خالص، ده مش رقي ولا تقدم ولا اي حاجه خالص. زمان كانت الناس عايشه من غير موبايلات خالص، من غير تليفون ارضي، من غير نت، من غير اي حاجه، كانوا عايشين حياه سعيده ومستقره. القناعه وراحه البال والحب والتفاهم والموده دول اللي يعني اساس اي بيت، مش مواقع التواصل الاجتماعي ولا النت ولا التسالي ولا الحاجات التافهه دي كلها. على الله ربنا يهديك، والسلام عليكم.